ولمزيد ينضم الينا كابتن احمد العطار، كابتن منتخب مصر السابق لكره اليد. بنرحب بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، والف مبروك ل طبعا منتخب اداء النهارده متميز جدا، يعني ان شاء الله يؤهله ان هو يلعب باذن الله مع ثالث المجموعه الثانيه، وان شاء الله باذن الله. يعني طبعا احنا بنهني الحكومه المصريه طبعا ودعمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا لدعمه يمكن كره اليد ورياضه بصفه عامه، وان شاء الله باذن الله الاولاد يفرحونا ويرجعوا بميداليه ان شاء الله في البطوله باذن الله. الاداء القوي يا كابتن، ويمكن يعني لما احنا بنحرج يعني اول العالم ووصيف العالم وبنعمل مباريات قويه في المجموعه زي كده ووصلنا لذلك، يعني احنا طبعا حتى بالفوز على الارجنتين احنا الوصفه ومنتظرين المباراه الاخرى، لكن هل ده فعلا احنا هو الحمد لله بقى عندنا المعنويات المرتفعه ان احنا ناخد الميداليه من الميداليات ان شاء الله؟ هو طبعا مصر تستحق ميداليه، وخصوصا ان بقى عندنا اكتر من 12 محترف في اوروبا، وده ما كانش موجود في الفترات السابقه، ففتح الاحتراف ده كان بمثابه طبعا قوه كبيره جدا، احتكاك عالي جدا، اللعيبه ما بتخافش من بعض لان هم بيقابلوا بعض في بطولات اوروبا وفي المنافسات عموما في الدوريات الاوروبيه، فبقى الحاجز النفسي مش موجود، بقى كله بيتساوى. أدائنا طبعا من أول البطولة أداء قوي طبعا، افتحم بالمجر، يمكن يعني بعض الضربات يمكن شوية، يمكن لقاء فرنسا. والدنمارك يمكن كان الناس لامت إن إحنا كنا ممكن نكسب يعني. طبعا كان الشوط الاولاني اداؤه كان ضعيف، ولكن الشوط الثاني قدرنا ان احنا نرجع وبقوه ويطلع اللقاء بفارق 3 اهداف، وهي طبعا الدنمارك بطل عالم، بطل اولمبياد، فريق قوي جدا. المنتخب الفرنسي يمكن اقل البطوله دي. طبعا النرويج قدرنا نكسبها امس، طبعا دوله اسكندنافيه من كانت حصلت على ثالث العالم. طبعا يمكن المجموعه زي ما حضرتك قلت، المجموعه الثانيه هي اللي فيها يمكن التشابك للوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده. المانيا دلوقتي هي ترتيبها اول، سلوفينيا هتيجي تاني. في 3 دول كبار جدا بينافسوا على الثالث والرابع اللي هي السويد، اسبانيا، كرواتيا، يعني فرقه منهم هتطلع بره المنافسه. يعني انت النهارده الخريطه بتتغير في العالم، فطبعا بالتالي مصر لازم يكون لها تواجد، لان فرصه عظيمه جدا موجوده للفريق المصري ان هو يقدر في ظل التغيرات في المستوى العالمي في كره اليد تقدر ان انت تحتل مركز كويس، وخصوصا يمكن الدوره الاخيره احنا واخدين فيها رابع. فانت النهارده خلاص بقى يعني لازم تطلع على منصه التتويج. طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا بنتوقف دلوقتي طبعا النتيجه ما بين الدنمارك والنرويج، على هل ان شاء الله هنبقى تاني المجموعه، ولا هيحصل ان النرويج تقدر تكسب الدنمارك ونبقى ثالث مجموعه، او يتعادلوا وبرضه هنصعد تاني. بالظبط. فاحنا مستنيين بعيننا على المجموعه الثانيه عشان هنلعب مين لو كنا ثاني، ولو لا قدر الله بقينا ثالث بعد نتيجه الدنمارك والنرويج هنلعب مع مين. فكل ده هيبان النهارده ان شاء الله بعد الساعه 8 اللقاء بتاع النرويج والمجر ان شاء الله، نتمناها ان شاء الله ثاني، ونحاول نلعب طبعا اقلهم في الدور الثاني ان شاء الله. احنا بنشكرك طبعا على التحليل الوافي ووجودك معنا كابتن احمد العطار، كابتن منتخب مصر السابق لكره اليد، شكرا جزيلا لك.